السلام عليكم ومرحبا بكم في نافذة جديدة على قناة فوت برو. هذه النافذة ستتناول أهم المباريات التي عرفتها الجولة 11 من الدوري الإسباني، خصوصا هزيمة فريق أتلتيكو مدريد، فوز فريق الريال ومحافظته على الصدارة، وكذلك فوز فريق FC برشلونة ضد فريق إشبيليا في مقابلة القمة بالدوري الإسباني. كل هذه التفاصيل سنناقشها مع الباحث في مجال كرة القدم عبد العزيز البوغيتي بعد هذا الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد لمناقشة أهم المباريات التي عرفتها الجولة 11 من الدوري الإسباني الليغا، لكن قبل ذلك سنتناول أهم خبر هذا اليوم في الدوري الإسباني، وهو خبر تمديد اللاعب كريستيانو رونالدو لعقده مع فريق ريال مدريد إلى غاية سنة 2021، يعني أن اللاعب رونالدو سيستمر مع فريق ريال مدريد إلى غاية سن 36، رغم أنه قال أن هذا العقد ليس العقد الأخير، هذا العقد ما قبل الأخير كما صرح في المؤتمر الصحفي. ربما يفكر بعد هذه التجربة مع ريال مدريد بالانتقال إلى دوري آخر أو الانضمام إلى الإدارة الفنية لفريق المدريدي، من يعلم، الأيام ستبين كل شيء. يعني سنمر إلى أهم المقابلات التي عرفتها هذه الجولة مع الزميل عزيز البوغيتي الباحث في مجال كرة القدم. أخ عزيز مرحبا بك من جديد. مرحبا أخي محمد، مرحبا بالجمهور الكريم. أهم المباريات هي فوز فريق ريال مدريد بثلاثية نظيفة على فريق ليغانيس، المقابلة التي تميزت باستمرار صيام كريستيانو رونالدو عن التهديف. نعم أخي محمد، يعني تابعنا جميعا مقابلة مدريد وديبورتيفو ليغانيس. ريال مدريد كان تقريبا ممكن نقول انه عانى في الاول قبل ان يبدا بالتسجيل، لكن حضور بعض اللاعبين، عندما تملك اللاعبين النجوم مثل غاريث بيل، مثل موراتا، تملك نجوم يعني ممكن ان تلقى الحل بطريقه سريعه. اخ عزيز، على ذكر اللاعب موراتا، العديد من الجمهور ومحبي فريق ريال مدريد يطرحون تساؤلات، لماذا يستمر زيدان في ترك او ابقاء لاعب موراتا على دكة الاحتياط، رغم أنه اللاعب الذي جلب الحلول في الكثير من المرات للفريق المدريدي؟ لاعب موراتا طبعا هو غني عن كل تعريف، لاعب قادم إلى فريق ريال مدريد من القادم من جيبوتيس، من السيدة العجوز، قادم يعني بطريقة لاعب الكبار، لم يأتي لفريق مدريد من أجل أن يلعب مهاجم ثاني أو مثلا يقعد في دكة البدلاء. لاعب متميز، لاعب يعطي الحلول، لكن تشكيلة زيدان ممكن أن نقول لم تكتمل بعد، يعني لم نجد زيدان يستقر على تشكيلة مثالية 100%. لازال في طور البحث على التشكيلة التي سيستقر عليها الفريق في باقي بطولات الليغا أو الدوري الشامبيونز ليغ أوروبا، لكن ممكن أن أعود أخي محمد وأقول أن صيام كريستيانو رونالدو على التهديف لم يعد لنزول مستوى رونالدو. مستوى كريستيانو رونالدو ممكن أن نقول أنه يمر بفترة فراغ، النجوم الكبار دائما يمر بفترة فراغ، وهذه فترة فراغ يمر منها كريستيانو رونالدو في المقابلة الأخيرة من الليغا. شكرا أخ عزيز. سنمر إلى مقابلة أخرى ميزت الدوري الإسباني، وهي هزيمة فريق أتلتيكو مدريد، الفريق العنيد للعاصمة مدريد، ضد فريق سوسيداد بالملعب الأنويطة، هذا الملعب الذي يعرف صعوبات كبيرة للفرق الكبيرة، ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، كل الأندية الكبيرة تعاني في هذا الملعب ضد فريق سوسيداد. دائما الفريق الباسكي، فريق سوسيداد، دائما ما يتصيد ويتحين الفرص للإيقاع بخصومه في ملعبه بإقليم الباسك. الفرصة الدور أتى على فريق أتلتيك مدريد، الفريق العنيد كتيبة سيميوني، لم تتحمل ولم تقوى على مواجهة سوسيداد الذي تصيد هدفين من فرصتين ثمينتين، وسجل الهدفين على فريق
أتلتيكو مدريد. المقابلة تميزت أخي محمد بنوع ما عنف من لاعبي أتلتيكو مدريد المعروف بالاندفاع البدني في الشراسة في السجالات الثنائية بين اللاعبين، المعروف كذلك بالانضباط التكتيكي دفاعيا وفي وسط الميدان. لكن أعود وأقول أن الفرق أخي محمد الفرق التقني والتكتيكي من وجهة نظر تقنية. أتلتيكو مدريد دائما كان يعاني في وسط الميدان، كان يفقد الكرات، كان هناك بطء في الانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم. لماذا؟ لأن فريق سوسيداد كان يلعب بخطة مغاير تماما لخطة فريق لكتيبة سيبيوني. نعود نذكر أخي محمد أن الخطة التي كان يلعب بها فريق سوسيداد هي 4-5-1. لماذا 4-5-1؟ 4-5-1 أخي محمد تعني التركيز على وسط الميدان وافتكاك الكرة من لاعبي أتلتيكو مدريد المتميزين. لا تنسى أن غريزمان يعود لوسط الميدان، لا تنسى أن غاميرو يعود لوسط الميدان، لا تنسى أن كاراسكو يساهم كذلك في المساندة الدفاعية ويغطي ويفتك الكرات من وسط الميدان. صحيح أخي عزيز، مع أتلتيكو مدريد دائما نلاحظ أن أبرز اللاعبين في الهجوم سواء كاراسكو سواء غريزمان سواء غاميرو كلهم يعودون للقيام بأدوار دفاعية ومساعدة لاعبي وسط الميدان في الأدوار الدفاعية. ربما هذا هو الذي يجعل فريق أتلتيكو مدريد يخلق الفارق بينه وبين فرق أخرى. هذه من مفاتيح أسرار لاعب كتيبة سيميوني التي تنبني على تحصين الدفاع ومن ثم بناء الهجمة المرتدة والهجمة المباغتة على الفريق الخصم ولعب الكرات في ظهر المدافعين. هزيمة أتلتيكو مدريد جعلته يفقد المركز الثالث لصالح فريق فيلاريال ويتقهقر إلى المركز الرابع ب 21 نقطة. قبل أن أذكر الترتيب سنذهب إلى مباراة القمة التي جمعت بين فريق برشلونة وفريق إشبيليا، المباراة التي كانت مباراة نارية إذا جاز التعبير، حيث كان فريق إشبيليا متقدما بهدف لصفر إلى نهاية الشوط الأول. استطاع برشلونة الرجوع في النتيجة وتغيير نسق المباراة في الشوط الثاني. يعني في الشوط الأول كانت هناك سيطرة شبه مطلقة لفريق إشبيليا وناقش المباراة بشكل جيد، لكن في الشوط الثاني أخ عزيز يعني كان لويس إنريكي قلب المباراة وجها على عقب. شوطان مغيران تماما أخي محمد، فريق إشبيليا سيطر في الشوط الأول، فريق برشلونة سيطر في الشوط الثاني. الاختلاف الذي حصل في الشوط التالي هو ان لويس إنريكي لعب بالتركيز على وسط الميدان الهجومي، يعني لعب بالتركيز على ديمي سواريز الذي قام بكثافه عدديه في وسط الميدان، وبالتالي قصر المسافه بين اللاعبين وسرعه التمرير والدقه في التمرير والدقة كما كذلك في الاستقبال وعدم إعطاء الكرات، عدم إعطاء هدايا للاعبين الخصم خصوصا في على مستوى استقبال الكرة. بالتالي كان هذا ليعطي الفرق بين إشبيليا وفريق برشلونة على مستوى المباغتة في الهجوم. نعم عزيزي، كما تابعنا في الشوط الأول فريق إشبيليا كان يمارس ضغط رهيب جدا على برشلونة في الخطوط الدفاعية، يعني في الأماكن التي تخرج منها الكرة، سواء ماسكيرانو أو أمتيتي مارسوا ضغط على اللاعب ديني في الظهير الأيسر وكذلك على الظهير الأيمن سيرخي روبرتو الذي جعله يرتكب الخطأ الذي تسبب في الهدف لفريق إشبيليا الهدف الأول. هذه الطريقة التقليدية التي لعب فيها فريق إشبيليا. فريق إشبيليا لا تنسى أنا مع أخي محمد أنه فريق البطل الذي أحرز 3 ألقاب متتابعة للدوري الأوروبي، يعني فريق متمكن، فريق متمرس، لا يضيع الكرات، فريق يملك لاعب كنزونزي، لاعب يفتك الكرة، لاعب ممكن أن نقول محوري وارتكاز في نفس الوقت إذا لم نبالغ في قولنا هذا. كذلك ممكن أن نتحدث على اللاعبين الكبار مثل نصر من مصري الذي منذ قدومه أعطى الإضافة لفريق إشبيليا. على مستوى افتكاك الكرة أخي محمد هناك سرعة في افتكاك الكرة عند فريق أتلتيكو مدريد، عند فريق إشبيليا، وبالتالي بناء الهجمة السريعة المرتدة على الفريق الخصم. فريق برشلونة يعاني طبعا في الدفاع، لكن ممكن هناك ملاحظة نعود ونقول أن هناك لاعبين برزوا في هذه المقابلة بالضبط. لماذا؟ هم الذين أعطوا الفرق بين فريق إشبيليا وفريق برشلونة.
نقول لاعب أومتيتي، اللاعب ديني سواريز أعطوا الفرق تماما في المقابله من الجانب التكتيكي. فريق برشلونه وفريق اشبيليه يلعبان بنفس الطريقه وبنفس التشكيله 4-3-3. لماذا 4-3-3؟ هذه تعطيك طبعا، نعلم ان فريق برشلونه يلعب بالاميسين ميسي نيمار وميسي سواريز ونيمار، لكن الاميسين عزيز كان غائبا تقريبا في الشوط الاول لدرجه ان يعني الكرات التي لمسها الاميسين كانت قليله الى غايه تسجيل الهدف بمجهود كبير من اللاعب نيمار الذي مرر تمرير لميسي على طبق من ذهب جعلته يسجل الهدف. ربما هذا هو الذي جعل برشلونه يرجع في المقابله. لا ننسى كذلك ان المدرب كما يقال الشوط الاول للاعبين الشوط الثاني للمدربين في حجره في مستودعات الملابس اكيد ان اعطاهم تعليمات في الشوط الثاني ربما للضغط على فريق إشبيلية في نصف ميداني حتى تتغير المباراه. قراءه لويس إنريكي للمقابله في الشوط الاول كانت ممتازه جدا، بالدليل ان حتى التغييرات التي قام بها لويس إنريكي قام بها في وقت معين، لم يجازف بالتغييرات. لماذا؟ لان كان في مستواه. ديني سواريز لم يغيره حتى تقريبا اواخر دقائق اللقاء. لماذا؟ لانه كان يعطي عطاء جيد في وسط الميدان، كانت تمريرات حاسمه، كان لا يضيع الكره، كان منسجما مع الاميسين، كان يلعب خلف الاميسين. ممكن ان نعود ونقول ان الدور الدفاعي لميسي ونيمار عاد من جديد وعادوا يساعدون كل من راكيتيتش روبرتو وراكيتيتش وبوسكيتس. يعني هذا الدور الدفاعي لهؤلاء اللاعبين الكبار. مرات كنا نشاهد ميسي في قريب من المرمى وفريق برشلونه للاطلاع بادوار دفاعيه هو ونيمار وحتى سواريز في فترات. هذا الذي اعطى الفرق واعطى كذلك الفرق المباغته، يعني اللعب النقطه التي اعطت الفرق بين خطي الهجوم، خط هجوم لويس إنريكي اعتمد على الكرات في العمق. لماذا الكرات في العمق؟ هناك لاعبين جيدين، عندما تملك لاعب مثل ميسي لاعب الظاهره، لاعب ميسي يعطيك الحلول حتى في 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 مسافه متر مربع، يعني يعطيك حل مثلا اذا كان الفريق المنافس يقوم بكثافه عدديه في الدفاع، يعني يقول بالضغط على حامل الكره خصوصا في خط الهجوم، ممكن ان ميسي يصطاد خطا ويعطي تمريره حاسمه لاحد زملائه، وهذا الذي حدث فعلا. ميسي استلم كره جميله من زميله في اواخر الشوط الاول من زميله نيمار وسدد بطريقه رائعه في على يمين حارس فريق اشبيليه. أن ميسي كان نجم الشوط الثاني، فنهاية الشوط الأول سجل الهدف، وفي الشوط الثاني أعطى تمريرة حاسمة بمجهود فردي جبار. حتى لاعبي إشبيلية في نهاية المقابلة في تصريح صحفي صرحوا بأن هذا اللاعب ظاهر لا يمكن إيقافه، يستطيع تغيير نتيجة المباراة بين الفينة والأخرى. فوز برشلونة عزيز جعله يظل في المركز الثاني خلف ريال مدريد ب 25 نقطة. طبعا هذه هي المنافسة، هذه هي تبقى الفرق كبيرة طبعا، لأن مقابلة إشبيليا وبرشلونة كانت محك حقيقي لكتيبة لويس إنريكي. يعني ممكن أن أقول كانت اختبار حقيقي لفريق لويس إنريكي بفعالية الإيميسين، يعني كان مجبر الإيميسين أن يعود وفعلا عاد في الشوط الثاني، عاد بقوة طبعا، عاد في الشوط الثاني. ملاحظة أخرى هو أن فريق برشلونة تقريبا لعب كل المباريات الصعبة خارج الميدان، لعب ضد فالنسيا وفاز عليه في ملعب ميستايا، لعب ضد فريق أتلتيكو بيلباو وفاز عليه في منطقة الباسك، لعب ضد فريق إشبيليا وفاز عليه بميدان. هل نعود ونقول دائما أن قرعة الليغا الإسبانية لم تكن رحمة جدا بفريق بكتيبة لويس إنريكي، مقابلات قوية واحدة تلو الأخرى، بالإضافة إلى الالتزام بمقابلات تشامبيونز ليغ ومستواها العالي. هذه الظروف كلها أعطت ممكن أن نقول إكرهات مثلا مثل إصابة نيستا، إصابة لاعب خط الارتكاز في الدفاع بيكي. يعني هذه اللاعبين الكبار أعطوا طبعا
كفراغ ممكن ان نقول انهم تركوا فراغ فعلا في وسط تشكيله فريق. شكرا المسلمين. شكرا اخ عزيز على هذه القراءه في الدوري الاسباني وخصوصا في مقابله القمه بين برشلونه وفريق اشبيليا. ننتقل الى الترتيب. فريق ريال مدريد يتصدر الدوري الاسباني ب 27 نقطه، يليه فريق برشلونه ب 25 نقطه، فريق فيلاريال في المركز الثالث ب 22 نقطه، في المركز الرابع اتلتيكو مدريد ب 21 نقطه، فريق اشبيليا في المركز الخامس ب 21 نقطه، في المركز السادس فريق ريال سوسيداد ب 19 نقطه. بالنسبه لترتيب الهدافين بعد الجوله الحادي عشر من الدوري الإسباني، ليونيل ميسي وسواريز بثمانية أهداف، أنطوان غريزمان في المركز الثالث بست أهداف. بالنسبة للمقابلات الجولة المقبلة هناك مقابلات قوية خصوصا بالنسبة لبرشلونة الذي يستقبل مالاغا، فما فريق مالاغا الذي يبلي بلاء حسنا في هذا الموسم. فريق إشبيلية يرحل لمواجهة ديبورتيفو لا كورونيا، اتلتيك مدريد ضد فريق ريال مدريد وهي مقابلة القمة بالدوري الإسباني في الجولة 12، فريق فالنسيا يواجه فريق غرانادا، وفريق اتلتيكو مدريد اتلتيكو بيلباو عفوا يواجه فريق فيلاريال. هذه أبرز المباريات في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني الليغا. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، أجدد الشكر لعزيز. شكرا أخ عزيز على كل هذه المعلومات التي أفدتنا بها. نلتقي في الجولة المقبلة إن شاء الله، فحتى ذلك الحين شكرا على حسن الإصغاء مرة أخرى، ونرجو الضغط على زر سبسكرايب ومشاركة هذا الفيديو. مع السلامة.